ايه الاخبار يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه والسلام. فيديو جديد مصورينه بالليل النهارده، لان كمان شويه نازلين للكابتن مهند هيعمل لنا اعاده ضبط مصنع للظهر بتاعي. ان انا ظهري فصل تماما يعني بسبب الليفت، وكان فتره فاتت كلها تحميل. فاحنا دلوقتي بنعمل ديلود، ففي نفس الوقت برضه هعمل حجامه جافه على ظهري علشان ظهري يعني جاب اخره. فعندنا كمان شويه جلسه ريكفري مع كابتن مهند، فاتمنى يعني الموضوع يبقى لطيف جميل حلو كده. ف هجي لكم كمان شويه ان شاء الله. ايه الاخبار يا شباب؟ رجعنا لكم مره تانية مع كابتن مهند. ايه الاخبار يا كابتن مهند؟ كله تمام؟ عايزين نعرف بشيء من المختصر مين هو كابتن مهند. عايزك تشرح قدام الناس. يعني انا كابتن مهند اخصائي تغذيه، واخصائي تدليك علاجي، واخصائي حجامه، واخصائي تاهيل اصابات. انا طالب في كليه التربيه الرياضيه، في قسم كليه التربيه الرياضيه قسم تاهيل حركي، هو القسم بتاعنا، هو اللي شغلتنا دي يعتبر. تفهمني؟ انا اساسا لاعب باور ليفتنج، فاللي هو انا اللي هو انا حاسس ببني ادم اللي انا شغله عموما يعني في المجال ده. طيب يا كابتن مهند، احنا عملنا مبدئيا جلسه ريكفري هحطها لكم في الشاشه، ده هيبقى فويس اوفر. احنا دخلنا على مراحل معينه في الجلسه ريكفري بتاعه النهارده، وفي الاخر ختمنا الموضوع بحجامه جافه. فهنعرف ايه تفاصيل الجلسه كامله، وهحط لكم الفيديو الاساسي بتاع الجلسه اللي احنا عملناها. فكابتن مهند اشرح لنا ايه اللي حصل في الجلسه، وايه الحاجات المهمه اللي هو بيعملها وبيركز عليها، وايه فوائدها. فقول لنا كابتن مهند، انت عملت ايه من الاول خالص لحد الاخر؟ عموما يعني هي اول حاجه بدانا بيها هي الايروبلاكتيك، اللي هي عموما طلعه المفاصل. مظبوط. طلعه المفاصل الفايده منها عموما ان احنا بنفك المفاصل بتاعه الجسم. بعدها بنبدا نخش على التدليك الرياضي. تدليك رياضي هو تدليك قوي، يعني مش تدليك اللي هو زي المساج البسيط اللي هو الاسترخاء، لا. تدليك الرياضي ده انت بهدفك بتطلع منه او بتوزع منه حمض اللاكتيك في الجسم، تمام؟ بتحاول توزع حمض اللاكتيك ده بحيث اللي هو انت كلاعب باور ليفتنج يا يوسف، تمام، انت حاسس عموما دايما بالم في المفاصل بتاعتك. الم المفاصل دي ده بيكون حمض اللاكتيك متخزن دايما ما بين العضله والمفصل، دايما في الاجزاء دي بالذات، تمام، وفي العضلات الكبيره. ملوش مكان، هو على حسب انت المكان اللي انت عامل عليه لود جامد، فاهم انت؟ احنا كلاعب قوه بدنيه جسمنا كله بالظبط مظبوطه، تمام. فانت بتبدا ان انت تخرج او توزع حمض اللاكتيك ده من الجسم، تمام. بيبقى ليها كذا طريقه، يعني انت بتبدا بكذا خطوه. الخطوه الاولى بنبدا بيها التدليك الضغطي اللي هو بالايد عموما، تمام. بنحاول نبدا ناخد الجسم عكس اتجاه الدوره الدمويه، تمام، ونحاول نضغط جامد ونطلع. واحنا عارفين طبعا ان احنا كمتخصصين عارفين المكان اللي فيه حمض اللاكتيك شكله عامل ازاي. يدوب بتحط ايدك عليه بتلاقي المكان ده لونه احمر جامد. حتى بعد ما بنبدا في الجلسه بتلاقي فيه احمرار جامد، بتلاقي فيه اماكن فيها زي نظام تجمعات دمويه باينه جدا. فده عموما دي البدايه، تمام. بعد كده لما بنخلص التدليك الضغطي اللي هو اساسا ده اصعب حاجه يعتبر، تمام، وزي واكيد في فيديوهات كتير الناس كلها شافتها. التدليك الضغطي لما يجي مثلا يبدا يعمل تدليك لاعب كره في السمانه يبدا يصرخ اللي هو كده هو الم ده الم حمض اللاكتيك ده الم صعب جدا. طب هو زياده حمض اللاكتيك في العضلات او في الاماكن اللي بتخزن فيها تقول ما بين المفصل والعضله، لما بيزيد عن الحد الطبيعي ايه الاضرار المصاحبه للكلام ده؟ لا، هو انت بتحس زي نظام في التهابات في جسمك، انت بتشك دي اصابات، دي مش اصابه اصلا. ايوه دي التهاب، وبتحس بخمول مش قادر تنزل التمرين دايما. دايما الاماكن برضو او سواك من اللاكتيك عموما، انت دايما كلاعب باور ليفتنج او كلاعب كمال اجسام اي رياضه، اكتر مكان بنحس فيه في التهاب والم مش احنا اتصابنا فيه دايما عضله الترابيسيس، تمام. العضله دي عضله كبيره جدا، تمام، بيحصل فيها زي نظام ايه، عقد عضليه. العقد العضليه دي بتجيلنا عن طريق ان احنا كنا بنتمرن وعملنا وضع انقباض وما رجعناش تاني للعضله الوضع الانبساط اللي هو الوضع الطبيعي بتاعها. في الحاله دي انت اصلا بيحصل لك التهاب في الليفه العضليه كلها، تمام. التهاب ده ممكن تكون انت حاسه في الترباس من فوق، ما هو اصلا في اسفل الترباس. وهل على طول احنا لما بنلعب احنا عندنا وضعيتين، وضعيه انبساط وانقباض؟ الوضعيه الانقباض بتكون هي الوضعيه الاساسيه اكيد. لما احنا بنعمل انقباض ليه بتثبت اساسا؟ يعني ليه الوضعيه دي بتثبت؟ انت بتقول ده السبب اللي بيخلي يجيلنا اصابات. افهمك. انت في الحاله دي ان انت ساعات احنا كتمرين في ناس بنتمرن غلط. مظبوط كتير. ممكن احنا مثلا في التمرين بتاعنا الوزن تقيل شويه فبنضطر نعمل التكنيك بتاعنا غلط. مظبوط. في الحاله دي انت كل العضلات ما مشيتش في الاتجاه الصح للالياف بتاعتها. انت الالياف ليها اتجاه في انقباض وانبساط. احنا مثلا في ساعات بنغير التمرين، بنغلط كوعنا بيتحرك مكانه في وزن تقيل، في الحاله دي انت اكيد عملت عقد عضليه. مظبوط. ان في الياف ما رجعتش في مكانها فعلا. تمام.
ايه الفايده بقى في التدليك ان انت تعالج الموضوع ده؟ لما بتفضل تضغط كتير على المكان اللي فيه عقده عضليه بيبان جدا. احنا عندنا بيبان، بيبقى فيه زي نظام احمرار جامد، معنى كده ان المكان ده ملتهب، فيه مشكله. تمام، الضغط الجامد عليه ده بيفك العقده العضليه عموما، فانت ممكن يكون جسمك كله اصلا مليان عقد عضليه، واحنا بنبدا على ايه، على فك العقد العضليه، العقد العضليه دي. تمام، فده عموما دي فايده التدليك الضغطي. بعدها بنخش على التدليك اللي هو بيكون اصعب حاجه، اللي هو بالادوات بالحديده. ده بقى اللي هو بيشيل فعلا الحمد اللاكتيك. ايه الفايده بقى من الحديده دي؟ اصلا ايدينا مش بترضى تخش اللي هو تجيب اخر عضله لجوه، العمق العضلي. يعني مثلا ما شاء الله زي كده يوسف، يعني ما شاء الله ضخم. تمام، فاهم انت؟ فايدي او انت لازم حرفين اله او معده تكون قويه، فاهم انت، في نفس الوقت ترضى تخش جوه العضله تجيب اخرها. هو ده اللي بيقولوا عليه الديب تيشن. هي دي. تمام، عموما التدليك بالايد ممكن مثلا لو ممكن تعمل جلسه كامله بايديك لواحد مثلا جسمه ضعيف، اللي انت في اول ما تلمسه خلاص انت وصلت العضلات، وصلت المفاصل، وصلت عموما للعظم، فاهم انت. انا ما شاء الله لو لاعب بادي بيلدنج ضخم، فلا انت لازم معدات. تمام، فبالنسبه بقى للتدليك بالادوات ده عموما احنا بنبدا بناخد الجسم من اسفل للاعلى. ممكن نبدا بالظهر ونوصل بعد كده ايه لاخر العضله في الترابيزي هنا عموما. بس انت في الحاله دي انت لازم ايه بتمشي فعموما في التدليك من الاول للاخر، ما تجيش توقف في النص لو عملت كده لا انا خلاص حاسس ان هنا فكت يبقى كده لا. لا ما ينفعش عموما. في عضلات ممدوده لفوق زي التربيزي. افهمك حاجه، انت دلوقتي الحمد لله اللاكتيك ده عموما انت لو خدته مثلا من القطنيه، على فكره انت بتحاول توصله هنا لعضمه التركوة، عشان الجسم بيبدا ياخده من عضله التركوة ويطلعه هو بطريقته بقى بايه، بطريقه ليه هو، فاهم انت الخاصه بتاعته. فعموما دايما البني ادم تحس دايما ان في الم في عضمه التركوة وانا بدوس عليها. بالظبط، ده الالم ده بيكون اصلا ده مكان تجمع سموم في الجسم ده اساسا. فاحنا بنعمل ايه في حاله ما انت شغال؟ لازم بتشتغل ان انت تبدا من اسفل الجسم الاعلى وتحاول توصل قد ما تقدر للترباس، زي ما احنا بنقول على الترباس، فاهم انت. عموما ليه بقى؟ لان انت لو وقفت في النص انت هتخزن اللاكتيك كله في المنطقه دي. تمام، انا ممكن كده اخدت لك اللاكتيك من القطنيه وسبت لك مثلا ايه في اول عضله الترباس من تحت، فاهم الفكره؟ خلاص جبت اخري. لا في الحاله أتلتين. في الحاله دي مثلا الكلاينت اللي عندي عموما لا هو خلاص انا كده انا جاي لك عندي التهاب في القطنيه، لا القطنيه خفت. تمام، اصحى اليوم الثاني انا عندي التهاب غبي في الترباس، ما انت خزنت لك كله الحمد لله في الترباس، فاهم الفكره. حتى دايما او يوسف لما احلى الجلسه اللي احنا شغالين فيها دي، انت اكتر الم حسيت بيه بعد ما صحيت هو الم في الترباس. ان اصلا اغلبيه اللاكتيك وكل حاجه اتخزنت في الترباس، بعد كده الجسم بقى بيبدا يخرجها زي ما قلنا. تمام، بيخرجها ازاي؟ هو ليه طرق وموضوع كبير قوي ممكن نشرحه عموما. تمام، بعد ما بنخلص ونخرج اللاكتيك، تمام، بنخش على ايه التدليك الاهتزازي. ده ممكن بالايد اللي هو بنظام ضربات كده معانا بالايد، وممكن باجهزه، ممكن نشتغل عليه بالمسدس زي ما احنا اشتغلنا في الفيديو بالظبط في الجلسه بالظبط. تمام، بدانا ايه ناخد برضو العضله من اسفل لاعلى. تمام، وفي الحاله دي انت بتحس اصلا اللي هو بالم، بس الالم ده هو اصلا راحه، الم ممتع، الم ممتع اللي هو الم بزغزغه ده. فاهم انت، في الحاله دي انت بدات خلاص تعمل مساج بتفك اللي انت عملته. طبعا انت لو فضلت تدوس كده انت بتحس ببمب غبي، العضله بتحس انت بتمرن تمرين حرفيا تمرين غبيه، بتحس ان انت لا اتمرنت في بمب مش عارف ايه بتاع ده اساسا. يعني هنتكلم مثلا على لعيبه الكوره عموما او لعيبه البادي بيلدنج بره مصر والكلام ده، بيعتبروا ان ده حاجه زي التمرينه، بيخلصوها بياخدوا بيورك اوت ومكملات، ولو معاه امينو عشان احماض امينيه بعد الموضوع ده بيكون مهم جدا. انت داخل احماض امينيه بعد الجلسه حرفيا انت بمعنى صح انت قطعت العضلات، كسرت مخازن الجلايكوجين. تمام، بعد كده انت بتكون اصلا لازم تعمل استشفاء وراحه ايجابيه 24 ساعه بعد الجلسه دي. لو انت خلاص انت اعتبرت مرن تمرين جنرال، تمام، جسمك كله متدغدغ معنى الكلمه، تصحى ثاني يوم لا جسمك تعبان شويه. تمام، في اليوم الثالث من الجلسه انت خلاص كرجع طبيعي واحسن من الاول. لو انت مثلا اضغط جامد في اي منطقه في عضله في جسمك عموما، انت لو ضغطت مثلا وانت مش عامل جلسه وفي حمد لاكتك هتحس بالم، ولو مثلا اكتر مكان ممكن تحس فيه الم لو ضغطت هنا في الترباس، فاهم الفكره. لكن خلص الجلسه تلاقي نفسك في اليوم الثاني او الثالث على حسب انت كان ايه الحمد لله كان عندك عامل ازاي، او الجلسه كانت مثلا جلسه مساج خفيف ولا كانت مساج رياضي. ما هو في كذا نوع، في 11 نوع من التدليك، في حاجه اسمها سويدي فرعوني صيني رياضي علاجي. اللي احنا عملناه ده ايه؟
احنا عملنا امبارح ده كان رياضي رياضي كمان علاجي. احنا بنعالج وفي نفس الوقت ده الانسان رياضي عشان عضلاته، واحنا اشتغلنا على العضلات لو ما اشتغلناش عشوائي. العلاج ده في ناس بتشتغل فيه عشوائي، لا احنا اشتغلنا على العضلات ومسكنا العضله وبتشغلنا ان احنا مثلا احنا لما اشتغلنا على اللاتس تمام كنا لا بنشتغل ان احنا ازاي نطلع لاكتك من اللاتس بس، فده اساسا رياضي. وفي نفس الوقت اشتغلنا على الجزء كامل اللي هو حاولنا نعمل مساج او معنى صح اللي هو نعمل ريكفري للجزء كامل بتاع مثلا الظهر كله او الابر بادي كله، اشتغلنا على الابر بادي كله، ده اللي هو العلاجي. ده اساسا ممكن تشتغل عليه نظام ايه تدليك بسيط اللي هو عموما ده بيعمل ايه بيحسسك زي نظام هو عموما بيفرز هرمون اسمه اندروفين، ده زي نظام مسكن طبيعي العضلات. هي الريكفري اللي هو التدليك الضغطي ايه البسيط، حتى انت مثلا لما يكون عندك اصابه بسيطه في اي جزء في جسمك وتدهن مثلا كريم مساج بتعمل تدليك ضغط بسيط كده بتلاقي ايه في الالم هدي شويه ساعتين ثلاثه الالم بيرجع لك. الاندروفين ده اصلا مسكن، في ناس يعني بتسمى في بعض المخدرات مسكن، ده بقى بيفرز طبيعي في الجلسه تمام. حتى انت في الجلسه يعني بعد الالم انت ممكن ما تحسش بالالم جامد قوي اول ما تخلص الجلسه، خلاص الدنيا تمام، انت ممكن تكون حاسس ان انت خلاص مظبوط كده جسمك في بامب في العضلات ومش عارف ايه كده بتمرن تمرينه، لا انا مصحى هتحس بالالم ده على طول، تحس بالم غبي نفس اللي حصل لي لما صحيت من النوم. بس بعد كده بنخش بقى على ايه، على الحجامه. الفايده من الحجامه عموما ليها كذا نوع، في حجامه جافه وحجامه ناريه، حجامه رطبه اللي هي الدمويه عموما تمام، في حجامه مائيه، في انواع كتيره جدا للحجامه تمام. احنا في حاله ان انت مثلا لاعب باور ليفتنج بتتمرن يوميا او راحتك في الاسبوع بتبقى مره او مرتين تمام، ده اللي هو اعلى حاجه تقريبا بتريحها هي مرتين في الاسبوع تمام. لا انت في الحاله دي مش هينفع تعمل حجامه دمويه. الحجامه الدمويه دي محتاجه شروط كتير قوي، من ضمن الشروط دي ان انت ما تبقاش واكل بروتين قبلها بست ساعات ولا بعدها بست ساعات. واحنا كلاعبين باور ليفتنج او بادي بيلدنج البروتين ده حاجه اساسيه في اليوم، انت بتتكلم في 12 ساعه احنا ممكن نكون واكلين فيهم اربع وجبات اصلا، الاربع وجبات دول فيهم بروتين ده شيء اساسي تمام. ثانيا انت محتاج راحه ايجابيه 24 ساعه. انت لا قدر الله لو واحد عمل حجامه دمويه تمام من غير ما يمشي على الشروط هو في حاله ممكن يغمى عليه، ممكن لا قدر الله يفقد الوعي وتبقى حاجه يعني حرفيا يفقد الوعي بطريقه بشعه. وفي انواع من الناس برضو مثلا الناس اللي هم بياخدوا استرويد عموما وبياخدوا انسولين حاجات بتعمل سلف الدم، انت لو عملت لهم حجامه انت كده الناس دي حرفيا اتبهدلت عموما بمعنى الكلمه، ان انت كده اصلا عملت تشريط وفي وهو عنده عموما سيوله في الدم تمام، بيطلع لك كميه دم غبيه، والدم ده اصلا دم مش هارم ولا في سموم، لا ده دم طبيعي. في حاله ما انت بتعمله كده هو بيغمى عليه. فاصلا فكره عموما ان انا جربت الموضوع ده، واحد انا كنت متفق معاه اللي هو انت لازم اي حد جاي يعمل عندي جلسه او زي ما انت يوسف كنت جيت لي تمام في شروط قلت لك يوسف هنعملها، قلت لي لا يا مهند انا مش عارف اطبق الشروط دي، عندنا ماتش عندنا بطوله عموما تمام، قلت له خلاص احنا كده هنضطر نعمل حجامه جافه تمام. الفكره في الحجامه الجافه ان هي ما فيهاش الكلام ده كله تمام، لا بتعملها في اي وقت، ممكن تعملها كل يومين عادي. حتى لعبت الكره بالذات زيزو من اكتر لعبه في زيزو بتاع الزمالك مهتم جدا بالحجامه الجافه دي، حرفيا كل ماتش لما يقلع التيشيرت لا ظهره لازم يكون في كساد، هو مش عامل حجامه دمويه. الناس بتقول انا ان ده بني ادم عامل حجامه دمويه، لا هي جافه. فهو برده حتى الجافه بيظهر لك منظر الكاسات اللي هي ايه لونها مزرقه في الجسم ومحمره. عموما الالوان دي ليها علاقه بكميه السموم قدام الهارم، في ساعات بيبقى ملهاش علاقه، بيبقى مثلا متخصص لا مثلا سحب كميه هواء جامده في الكاس والجلد اتمدد جامد تمام، في الحاله دي انت حصل لك زي نظام ايه الدم يتخزن جامد او احتبس جامد في المنطقه دي عموما، طبيعي ان هي يبقى لونها احمر ويخش في الازرق، ساعات ممكن لونها يبقى اسود تمام. لا في حاله المتخصص فاهم وعارف هو بيعمل ايه بالظبط مش بيوصل للمرحله دي خالص تمام. احنا امبارح في مناطق ومناطق تمام، المناطق عموما احنا كل حاجه انا فكره سحب الهواء دي عموما هي ثابته معروفه، مثلا في الكاس مثلا كاس مقاس 5 ده بنسحب فيه مثلا ايه ثلاث سحبات بمسدس او بالمسدس الديجيتال بتاعنا تمام، بتسحب مثلا انت عارف هتسحب 30% من الكاس عموما هواء تمام. في مناطق بتظهر فيها ايه احمرار، لا مناطق مزرقه، مناطق لونها اسود. نبدا نعمل كاسات حجامه دمويه مش جافه، لو هنتكلم على الدمويه بتلاقي ان انت طلع منك دم بيكون دم مثلا كميته اعلى من المناطق اللي هي ايه باين ان هي فيها كميه خطوره زي المناطق اللي هي بيبقى لونها اسود تمام. لا دي مناطق معروفه ان هي بتطلع دم جامد. حتى في ناس مثلا هو في الجلسه عموما لو جلسه حجامه دمويه مش جافه، الجافه انت ممكن تعمل فيها كميه كاسات براحتك، يعني انت ممكن تعمل كاسات على الجسم كله، انت كده ما قدرتوش في حاجه
حتى في فيديوهات بتلاحظ فيها ناس عامله كاسات على ظهرها كله. كتير بغباء. مش حته حرفيا. انما انت لو بتعمل حجامه دمويه فعموما اعلى نسبه كاسات بتحطها في الجلسه 16 كاس، لان انت بتطلع دم وسموم من الجسم في نفس الوقت، في اكسجين بيطلع، اكسجين محمل في الدم ده عموما بيطلع من الجسم، فانت لو زودت عن الكميه دي لازم يحصل اغماء للكلاينت الموجود معاك، انت خلاص انت صحفين صفيته. تمام. الدم الهارم ده اول ما بنفضي الكاس بتلاقي دم عموما اتجلط عموما. في حاله ان هو دم متجلط فانت خلاص كده طلع سموم المنطقه دي. في ناس تعمل لها حجامه دمويه ما يطلعلاش دم اصلا، او تلقى ظهر لك نقط بسيطه قوي مكان التشريط. لا هو كده اصلا ما عندوش حاجه، بس في الحاله دي هو استفاد برضو. استفاد بايه عموما؟ هي الحجامه وصلنا عليها النبي، بس هي مش سنه. في ناس بتقول الحجامه سنه، لا هي مش سنه. الحجامه اصلا كان بيستخدمها في الطب القديم، اللي هو قبل ما يخترعوا بقى حوار الدكتور، كان زمان في حاجه اسمها حكيم. عموما انا اصلا اسمي ولد الحكيم، انا ولد الحكيم. تمام. اللي هو كان بيستخدموا الطب بالاعشاب في حاله ما واحد عنده صداع ما كانش بقى يعرفوا هيعالجوه ازاي، كان بيعملوا كاسات حجامه هنا في مكان. عموما هو حتى الان في ناس بتعملها، مفيده جدا. حجامه حوالين الراس عموما ليها اماكن معينه، في ناس بتحطها هنا، في ناس بتحطها هنا، في ناس بتحطها هنا، ليها كذا مكان. فاحنا بنستخدم الكاسات الطبيه بتاعتنا اللي عملوها الجديد. زمان كانوا بيستخدموا الكوبايات عموما او كاسات النحاس. كانوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا حجامه ناريه، اللي هو بيجيبوا زي نظام ورقه او قطنه بيحطوا فيها كحول. حاليا في ناس بتعملها، بس انا عموما مش بفضلها. عموما الناس اللي بتعملها دي بتعملها عشان هي خلاص هي عاجباها، طبعا عايزين يعملوها ناريه، فاهم الفكره؟ في ناس برضو في المتخصصين بتعملها، بس مش دايما بتعملها زي نظام شو في فيديو، بس مش شغاله بيها على طول. تمام. دي بقى بنعملها ازاي؟ عموما بنجيب مثلا اي حاجه بنمسك بيها القطنه حاليا في الشغل دلوقتي. تمام. وبنجيب كاس ازاز. تمام. ونولع القطنه دي نار. تمام. ونبدا بسرعه نحط اسمه ده القطنه جوه الكاس ونطلعها ونحط على طول ايه على الجسم. بتبدا الجلد ايه عموما بيسحب كده ايه، بيخش جوه الكاس اكنك عملت حرفيا حجامه بالكاسات وبالمسدس وشفطت والكلام ده كله. ما كانش زمان شغل الكاسات، ما كانش زمان عندهم الكلام ده. تمام. فعموما زمان دي كانت من الحاجات الاساسيه اللي بيستخدموها في الطب في العلاج. انت دلوقتي واحد عندك قلبك بيوجعك، كان بيعملوا كاس حجامه على مكان القلب. هم بقى كان في زمان في تفكيرهم عموما ان احنا هنطلع الدم من هنا، الدم ده هو الدم المحمل بالسموم. برضو ده كان تفكير احنا شغالين بيه دلوقتي. الدم ده دم محمل بالسموم، فاكيد لما هيطلع مثلا من الجزء بتاع القلب او هيطلع من الدماغ عموما او من اي حته، ده كده خلاص هيعالج. انا عموما في ناس كانت فاكره ان الصداع ده كده في مشكله في الدم، في عموما في دم واصل للمخ غلط، في دم كان فاهمين فكره الصداع غلط خالص. ايوه فاهم الفكره. فكانت تقول لك انا هعمل كاسات حجامه على راسي عموما عشان اطلع منها الدم الهارم او الدم اللي فيه سموم وكده اخف. في ناس بتخف فعلا، في ناس بيجي لها صداع اللي هو بيبقى مثلا بيفضل معاها اسبوع. سبحان الله بتعمل كاسات حجامه بتخف مهما خدت علاج. ايوه تمام. الحجامه برضو بتبقى ساعات في ناس بتضطر ايه تتجه ليها في الطب لما بتغلب. مثلا انا عموما هتكلم عن نفسي، انا من زمان يجي من 3 سنين عملت حادثه كانت قويه جدا، يعني اتكسرت عموما. تمام. كنت بعمل جلسات علاج طبيعي، عملت عمليات مش عارف ايه. فاول الحكايه انا كنتش عارف يعني حجامه، لان انا حبيتها بسبب ان هي اتعملت عليا كتير قوي. تمام. قال لك عموما الدكتور رحت له قال لي انت تعمل كان عندي انزلاق غضروفي. تمام. قال هتعمل حجامه. تمام. وهتعمل جلسات تاهيل. طب سالته ايه الفكره من الحجامه؟ انا زمان كنت فاكر الحجامه دي تخلف. ايه انت ازاي واحد تمسك مشرط وكاس وتطلع دم من جسمك كده يخف؟ ده كان تفكيري. تمام. لا هو عموما انت بتطلع دم محمل بالسموم، الدم ده بيكون اصلا حوالين المفاصل. الدم ده عامل لك زي نظام التهابات ووجع في جسمك، انت مش فاهم الوجع ده سببه ايه. في حاله ما انت خلاص بتغلب وبتعمل حجامه اللي هو خلاص يلا نجرب، انت ممكن تخف. الحجامه عالجت معايا، بس ما عالجتش طبعا العلاج اللي هو، لا هي عالجت معايا عموما ان انا كان عندي كدمات في جسمي عموما وبسبب الحادثه والكلام ده، فهي عالجت الاماكن المعينه. لكن الاماكن اللي فيها فعلا اصابه قويه زي الانزلاق الغضروفي فما لهاش علاقه بالكلام ده، انت بتعمل لها جلسات علاج طبيعي بتحاول تعالجها. عموما الانزلاق الغضروفي ده عشان اصلا من اكتر الحاجات اللي بتقابل الرياضيين هي الغضروف، او بيكون دايما اشتباك غضروف مش انزلاق غضروفي. تمام. ولعبت الكره والكلام ده هي الصليبي. تمام. في الحاله دي انت في الانزلاق الغضروفي دي بنشتغل نظام تدليك
وتأهيل بالجلسات، جلسات كهرباء، جلسات تأهيل لعلاج طبيعي، تمام، جلسات حجامة، كل ده بيساعد، وحاجة أساسية أصلا في تأهيل الغضروف، تمام، وفي تأهيل الصليبي. حتى تلاقي ساعات لعيبه الكره اللي عندهم صليبي مثلا زي لعيبه زي مروان محسن، مش عارف شفتوا صوره ولا لا، ماشي، كان يبقى دايما مركب كاسات حجامه، خمس كاسات حجامه حوالين الركبه، ده بتبقى حاجه اساسيه ضمن الجلسه. نرجع تاني لموضوعنا، تمام، احنا لما بنيجي نعمل اخر حاجه بننهي بيها في الجلسه هي الحجامه، ده هدفنا خلاص، احنا خلاص وصلنا الدم لاعلى نقطه في الجلد، الدم الهرم عموما لاعلى نقطه في الجلد، وبنبدا نخرجه ايه بالحجامه الدمويه بالتشريط. في دلوقتي في الطب الحديث في حاجه اسمها وغز، في ناس بتخاف من المشرط، تقول لك لا لا ما تشرطليش انت انا خايف، فاهم انت اللي هو لا. دلوقتي اخترعوا زي نظام زي قلم كده اسمه قلم الوغز، بتضغط بالقلم ده ضغطه 2 3 هو مظبوط ان هو هيخش مثلا حرفيا، يعني مش هو هيلمس الجلد من بره، مسافه بسيطه، هيلمس الجلد من بره، تمام، في الحاله دي بتركب الكاسات ويبدا يطلع الدم عادي. بس انا من النوع اللي مش بيفضلها، ليه؟ برضو بدخل الدين مع العلم. زمان الاعتقاد بتاعهم، وعمون الكلمه دي قالها الرسول، الجمله دي عليه الصلاه والسلام طبعا، العلاج في شرطه الحجامه، فكانوا بيستخدموا المشرط في ان هو ايه يخرج الدم، فخلاص احنا هنعملها زي ايه زي ما الرسول وصى، تمام. في طبعا ليالي محدده طبعا مفضله طبعا لينا كمسلمين، وسبحان الله كانوا بيستخدموها زمان، تمام، ودلوقتي اكتشفوا ان هي ايه ليها فايده، هي ليله 17 و19 21 من الشهور الهجريه. ليالي الفرديه من الشهور الهجريه اصلا دايما بتكون افيد، بس هم دايما افيد ثلاث ليالي 17 و19 و21. ليه؟ عشان وصى بيهم الرسول، تمام. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان دايما بيعمل الحجامه في الليالي دي حتى لو ما عندوش حاجه، تمام. بس حاليا يعني لو هنتكلم عموما، فانت الحجامه ما ينفعش تعملها يوم 17 و19 و21، هي اصلا الحجامه الدمويه تتعامل اقصى حد ليها مره كل 3 اسابيع في حاله حتى ان انت ما عملتش حجامه على جسمك كله، لكن في حاله انت بتعمل حجامه على جسمك كامل دمويه فاقصى حاجه ليها مره في الشهر، لكن الجفه لا بنعملها عادي كتير قوي. احنا هنرجع تاني لموضوع الحجامه الجافه وايه فوائدها، تمام. حجامة الجافة يعني يوسف لما عملت لك، عشان احنا عندك تمرين كل يوم مش هينفع نوقف تمرين عموما، فدي حاجة نظام بتساعد ان الدم اصلا يخرج لاعلى الجلد. انت الدم خلاص هو الدم ده المحمل بالسموم وهارم، والدم ده عامل مشاكل في جسمي جوه العضلات معروفة، تمام، انت بتخرجه عموما من العضلات والكلام ده كله بتوصله اعلى الجلد، تمام. في الحالة دي الجسم طبيعته طبيعي لا مكان محمل بالسموم في اعلى الجلد طبيعي معروفه، حتى احنا لو اتعورنا اي حاجه يبدا الجسم يعالجها بالظبط، فالجسم بيعالجها بقى ايه بالطريقه بتاعته. دي بقى فكره الحجامه الجافه، ودي فكره الحجامه الدمويه. انا انصح بايه؟ اكيد الحجامه الدمويه، تمام. في حاله ان انت انسان رياضي فغصب عننا هنضطر نعمل حجامه جافه، وفي حاله ان انت في اوف سيزون زي يوسف حمسين الاوف سيزون بتاعك واتفقنا ان احنا هنعمل حجامه ايه دمويه، عشان انت يعني ما شاء الله جسمك متدغدغ، تمام خالص فاهم انت واحد جاب اخر اقسم بالله حرفيا الجسم يا شباب. يعني اخر مره انا عملت جلسه حجامه دمويه كانت في شهر رمضان، كانت اول مره اعملها في حياتي، بعدها ريحت 4 ايام علشان بس اواكب الموضوع، وان انا ما كانش ينفع اتمرن بعد الجلسه دي. فلما انا كنت بتمرن قوه بدنيه كانت عندي مشاكل في ركبتي، كنت بشكي فيها، حتى كان اي حد يسالني كنت اقول الركبه والكتف، وكان عندي شويه اسفل الظهر. والمشكله ان انا لما بريح او اعمل، حتى لما احنا حاليا ماشيين في فتره ديلود من البطوله بقى فاضل عليها 8 ايام فاحنا ماشيين ديلود، لما انا كان عندي ديلود انا كنت تعبان اساسا، اللي هو ازاي طب ما انا بلعب اوزان خفيفه يعني ما فيش اي تحميل، لا طلع ان انا ايه تخزين الحمض اللاكتيك زي ما انت ايه وضحت. فلما هو عمل لي جلسه المساج انا لقيت لا انا جسمي متدغدغ، انا طلع جسمي فاهم يعني اللي كان سنه كمان وايه التهاب اصابه بالظبط. فلو انا اخرت الموضوع اكتر من كده كنت انا هروح ايه في حته مش لطيفه. فالحمد لله ان كابتن مهند يعني لحقني في الموضوع يعني. او كويس برضو ان يوسف فكرنا بحته الالتهاب والاصابه. الريكفري عموما كويس ان احنا يا ريت نعمله قبل ما نوصل لفكره الاصابه. ليه بقى؟ لان انت بتنشط الدوره الدمويه، تمام، بتوصل التغذيه افضل للعضلات، في الحاله دي انت بتقلل من احتماليه حدوث اصابه، فدي حاجه مميزه اصلا ان احنا فين يعني دايما اصلا يعني بعيدا عن احنا هنا في مصر مش مهتمين بحاجات كتير قوي،
تمام. عموما ممكن نتكلم عن الرياضه. انت في ناس بتنزل الجيم تمام بتلعب خلصنا، انا مش عارف انا هعمل ايه، انا نزلت اتمرنت العضله هتطلع لي بقى. لا هنتكلم مثلا على طبعا مثلا برضو في مصر لعيب بادي بيلدينج اكبر لاعب في مصر البيج رامي تمام. البيج رامي مهتم بكل حاجه، الريكفري بالنسبه له شيء اساسي. حتى لو دخلنا مثلا عنده على الاكونت في الانستجرام نلاقي ان هو لا عامل جلسات ريكفري كتير جدا. ولو مش عنده ففي ناس عشان بتستغل موضوع الاعلانات للمركز بتاعها تمام. فلا فالناس دي مهتمه جدا 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 بالريكفري. حتى قليل مثلا ما شاء الله واحد زي البيج رامي كده بيلعب باوزان عملاقه، ممكن مثلا تعرف ان البيج رامي اتصاب مره في السنه وصابت بهدله تمام. الاصابه دي بتجيله غصب عنه بسبب كميه اوزان بيشيلوها تمام. لكن هو في الطبيعي بتاعه فهو المفروض يصاب كل يوم بنادم زي كده تمام. بس هو بيعمل ريكفري ومهتم بنفسه ومش عارف ايه. لا فخلاص مفيش اصابات حاليا اصلا تمام. الحجامه دي في ناس بتاخدها نظام بزنس. بزنس ازاي؟ يعني واحد مثلا بيشكي من الم في الظهر، لا تعالى اعمل لك حجامه. لا لا انت كده بدات ايه تتدخل في شكل في البيت تعالى حاجه تمام. انت كده بتتدخل في حاجه ما تخصكش حاجه انت لا مثلا عموما في الجيم انا بيقابلني ناس كتير قوي عارفه مثلا ان مهند في التربيه الرياضيه قسم تاهيل مش عارف ايه. طب يا كوتش انا عندي مش عارف ايه. لا يا حبيبي انت تروح لدكتور. معلش في ناس تاني في برضه دكاتره لا علاج طبيعي تمام بتاخد الموضوع ده كبزنس. لا انت ممكن يكون الموضوع مش موضوع، ممكن يكون موضوع في العضل. فدي مشكله ان انت بتتاجر في انسان. لا انت ما تتاجرش في صحه انسان تمام. ثانيا في ناس برضو بتشتغل في الحجامه دي من غير ما هي عارفه الشروط اللي قبل واللي بعد، ناس ما لهاش علاقه بالمهنه واغلبيتهم يعني برضو ما لهاش يعني حاجه مش وحشه بس هم بيكون اغلبيتهم مش غالبيتهم بيكونوا شيوخ. دلوقتي في ناس بقى مش عارفه الحاله دي عندها ايه. انا لو واحد جاي يعمل حجامه دمويه، حتى انت كنت معايا امبارح في حد كان جاي يعمل جلسه بعدك، لا قلت له مش هعمل لك اللي هو لا معلش انا مش هخاطر بانسان لمجرد مثلا ان هو خلاص كده انا خدت من وراك مثلا فلوس. لا تمام. في امراض كتير قوي ما ينفعش تعملها الحجامه تمام. وفي ساعات ناس بتكون لازم تعملها الحجامه قبل ما تخش على، بتكون خلاص ناس دي معروف في الدكاتره ان انت تخش على جلطه. لا ده بيعمل حجامه قبل ما يخش على جلطه. الحجامه دي ممكن بنسبه 90% اصلا هتعمله يعني ان شاء الله يعني استشفاء من الجلطه دي تمام قبل ما يخش عليها نسبه 90%. دي حاجه اساسيه. بس فالموضوع في ناس بتاخده كتجاره، وانا بنصح اي انسان يعني عنده الم في اي منطقه في جسمه لا انت تبدا الاول بالطب تمام، تروح لدكتور. ما تخليش متخصص يقول لك انت عندك ايه، ده ما ينفعش. انا في حاله ان واحد يوسف مثلا كان عنده اصابه في كتفه مبدئيا كده، قلت له لا يا يوسف انت روح اكشف وروح شوف انت عندك ايه. انا مش عارف الاصابه دي عندك ايه اصلا، ما عملتلكش اشاعه. للعلم انا في حوار التاهيل بتاعي خدت سنه. السنه دي بسبب يعني واحد مش هذكر اسمه كان شيخ برضه تمام اللي كان بيعمل الجلسات دي تمام. دخل ان هو خد الموضوع كبزنس اللي هو انا باخد الوفات من وراك، ما انت بتعمل جلسات كتير قوي تمام. فلا انا هفضل اتاجر بيك بقى واخد من وراك فلوس لمقابل ان انا كده خدت، انا كده خلاص خدت شغل. كان انت الله اعلم انت فيك ايه. حوار رجليا برضو كانت غلط الدكتور. ما علينا يعني الناس لما تيجي برضو تروح تكشف بالذات في العظام ما تستهونش بنفسها، تروح لدكتور محترم من اولها كده تمام. رحت انا الاول دكتور قال لي انت موضوعك بسيط، انت بس محتاج تعمل علاج طبيعي. انت عندك مشاكل في العصب اللي في رجليك. ما كانش عندي مشاكل في العصب، انا كان المفصل بره مكانه اصلا، انا كنت بمشي رجلي دي كده تمام. المهم ما اعرفش اركب عجل، ما ينفعش اجري، ازاي مشكله عصب مش فاهم. المهم خدت خلاص كلمه الدكتور، رحت اعمل جلسات. قال لي تروح تعمل عند كذا كذا حجامه وتعمل جلسات كذا كذا، ده بيستنفع منه تمام. بزنس بالظبط. رحت اعمل جلسات. لا الجلسات دي كنت هعمل عمليه في رجل الشمال، فهو اصلا واحد مش متخصص ولا معاه شهاده. احنا في الجزء بتاع عموما اللي بيشتغل متخصص هما بيكونوا اتنين، يا خريج علاج طبيعي تمام ده دكتور، ده دكتور وده اصلا دي شغلانته اساسيه، يا تربيه رياضيه قسم تاهيل حركي واصابات ملاعب زي كده تمام. في حاله انت ما بتشتغلهاش من الكليه بس، انت بتاخد كميه كورسات غبيه وبتعمل دبلومه ولما بتخلص كليه كمان عشان تعرف تقول انا خلاص كده يعني خلاص انا بروفيشنال في المجال ده، انت بتكون عامل دكتوراه ماجستير ودبلومه وحوار طويل قوي عشان تعرف تبقى زيك. برضو مش توصل لفكره ان انت تبقى زيك زي دكتور علاج طبيعي، عشان تعرف توصل للمسمى ده وتعرف تشتغل ان انت تاهل الناس بعد العمليات.
احنا شغلات انا كمهند دلوقتي شغلانته كلها على الرياضيين بس، اللي هو ما يجيش واحد مثلا يقول لي انا عندي كذا كذا، لا مش هعالجك يا عم، روح لدكتور. يعني انا مش هضرك، انا ما عالجكش، مش هاجي اقول لك تعالى عالجك، حتى لو انا هعالجك بس ممكن لا قدر الله اضرك، فانا ما اضركش. الشيء مش فاهم فيه، توديه الشيء للشخص المتخصص للشيء ده بالظبط. الدكتور بقى عشان دي مش شغلانته، لا شغلانتنا احنا، تمام؟ فبيبقى فلو لقى الحاله يعني خلاص دي محتاجه جلسات بسيطه، ومحتاجه مثلا شغل ريكفري وحجامه وتاهيل حركي بسيط ومش عارف ايه، لا روح لمتخصص. متخصص ده دايما هو دايما واحد خريج او بيدرس كليه التربيه الرياضيه، تمام؟ هو بتاع التربيه الرياضيه بيتخصص يعتبر من السنه الثانيه اللي في الكليه، فانت خلاص درست الكلام ده. وبس كده يعتبر وصلنا للنهايه. بس هي نصيحه بس في النهايه في الموضوع كله، ان كل اللعيبه اللي بيلعب اي رياضه لازم تهتم بالطب العلاجي. الطب العلاجي اللي هو الشغل الريكفري عموما، تمام؟ للعلم في حاجه تانية كنت عايز ازودها، الريكفري مش اللي هو الجلسات بس، الريكفري ده بيكون ساعات ريكفري اصلا بيتعمل في حمامات تلج، اكيد انت فاهم الكلام ده. في انواع ريكفري تانية خالص غير الريكفري بتاعنا ده، في مراكز مختصه بتبقى كبيره جدا، في نوادي كبيره جدا، وبرده في جيمات كبيره زي جولد جيم بتكون موفره لك كل حاجه، كل انواع الريكفري، جاكوزي، حمامات التلج، كل الانواع، تمام؟ بس فانا نصحت لكل الحرفين كل الرياضيين تهتم بالطب العلاجي، تهتم ان انت في فتره الاوف سيزون قبل ما ترجع للتمرين تعمل ريكفري، بحيث العضلات بتاعتك بمعنى صح تنبهها ان انت ترجع تاني للرياضه، تمام؟ مضطر مثلا اعمل حجامه دمويه او الكلام ده هتعملها، انت مش هينفع تعملها في الاون سيزون، لازم في الاوف سيزون. وبس دي نهايه حلقتنا ان شاء الله النهارده، وباذن الله يعني في حلقه تاني وكلام تاني ان شاء الله. طبعا كانت حلقه ممتازه جدا والله يا كابتن مهند، الجلسه كانت توب التوب حرفيا، انا استمتعت انا بتعامل معاك، واللقاء ده ان شاء الله مش هيبقى الاول، وهنعمل فلوجات تاني ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي يا كابتن مهند، الله يخليك.